هنا في هذا المكان الذي يمزج بين البحر والصحراء ستجري المشاركات في مسابقة الصحراوية ثاني محطة لهن للتنافس على جوائز المسابقة. خصهم يمشيو حتى لادين بلانش يدوروا عليها ويمش يطلعوا حتى الفوق يهبطوا بجوج يرجعوا لنقطة الانطلاقة. كرونو ما كيحبش السباق ما تيحبش كيكملوا عندهم واحد الحواجز عندهم واحد الباركور في 2 كيلومتر ونص شاك اتولي في ان كوميسير كيوريهم شنو غيديروا كيدوروه كاملين وكيرجعوا. على المشاركات ركض مسافة كيلومترين ونصف فوق رمال الصحراء مع الحرص أن يبقى الفريق مجتمعا إلى غاية نقطة الوصول. الأكيد المهمة ليست سهلة وتتطلب مجهودا كبيرا من قبل المشاركات. مرحلة ثانية كانت شوية صعبة صعبة ماشي شوية مستتب جراف الماء c'est surtout ça. Après on est embourbé dans le sable donc c'est un peu difficile mais le bout de camp حتى هو كان صعيب شويه mais après الحمد لله on arrivait à finir tout ça. بعدها انطلقت المشاركات الى مرحله ثانيه وتتضمن تجاوز حواجز نصبت في اماكن مختلفه. التضامن بين الفريق احد اسرار النجاح في هذه المرحله وأمام هذه الحواجز. هنايا واخا الحاجة تتبان لك صعيبة خصك دير في راسك أنك يمكن لك توصلها ملي تديرها في راسك دونك تتكملها وتتجاوزها. دونك كيف ما درنا اليوم وتجاوزنا شي حوايج صعاب يمكن في الحياة ديالنا نتجاوزوا حوايج اللي تيبان لنا ما نقدوش عليها. داكشي علاش ديما الواحد خصو يقول في راسو أنه ما كاينش شي حاجة امبوسيبل كلشي يمكننا نديروه يسوفي دو فولوار. رغم التعب وصعوبة المسالك والحواجز ما زالت الابتسامة هي عنوان المشاركات في هذا التحدي الرياضي التضامني.